واللي ما كيعرفوش عليا ربما المغاربه ان الام ديالي مغربيه والاب ديالي من لاكوت ديفوار، ولكن انا ولد كازا، كبرت في المغرب، زاديت في المغرب، لعبت في اكاديميه محمد السادس، هي فين كبرت، هي فين تعلمت الكره. ومن بعد التحقت بفريق ليل الفرنسي، كندير تدريب مع الفريق الاول ولي ماتش كنلعب مع الرديف، ان شاء الله دابا نخدم مزيان ونبدا نلعب لي ماتش مع ليكيب بروميير. بالنسبه لاكوت ديفوار هما كاينين معنا في الجروب بوغ لاكان، بطبيعه الحال الوالد واقيلا يشجع على كوت ديفوار والام ديالها تشجع المغرب، وان شاء الله حنا اللي غنربحوا ونشجعوا الجمهور المغربي، واخا بابي تعصب شويه، ولكن المغربيه الاولى.